احمد وكريم هيقولوا لنا كيف استطاع النادي الاهلي ان يفوز النهارده على الداخليه. النهارده نبدا بالحالات كده على طول، معانا حالات فيديو في كان في سلبيات وفي ايجابيات للنادي الاهلي النهارده الصراحه. طبعا خلينا نقول برضو ان اللعيبه لها عذرها، ان هي جايه بتاخد فتره راحه وبعدين موسم جاي من موسم طويل جدا، وبعد كده تاخد فتره راحه وبعد كده ترجع، فاكيد العامل البدني مش احسن حاجه برضو، وده مأثر برضو في عنصر الضغط وعنصر السرعه. خلينا نبدا بس بالجزء السلبي الاول في النادي الاهلي النهارده، هي عمليه البطء في تحضير الهجمه. نادي الاهلي النهارده كنت تحس ان هو في بطء بالذات في الشوط الاول مع الدفاع المنظم للداخليه. الداخليه الناس بتتكلم ان في 18 لاعب غاب او كده، لكن هم العناصر الاساسيه اصلا ال 11 لاعب الاساسي هم اللي لعبوا اخر ماتش في اسوان باستثناء عبد الرحمن البنوبي. يعني فرقه برضو فرقه بادئه بفول تيم بتاعها، فرقه بتدافع بشكل كويس. انا كنادي اهلي ما يخصنيش الحقيقه مين اللي بيلعب، المهم انا لعبت ازاي. تعال وجهه نظري يعني. بص هنا الكره ايه مع النادي الاهلي اهو، بص بقى البطء في تحضير الهجمه، الكره اهي عماله بتدور، كل ده ايه الدفاع الداخليه ده. موسم طويل برضو يا احمد قوي. دي السلبيه اللي كانت 4-4-2، الداخليه دفاع منظم جدا، الخطوط الثلاثه بتاعتهم متقاربه، انت مش عارف عشان كان في بطء شويه فانت مش عارف تخترق، عمال بتحاول تدور الكوره، ما كانش في تحرك ما بين الخطوط كتير، فالكوره بتروح بتتقطع في الاخر نفس الشكل. يعني احنا ده الشوط اغلب الشوط الاول كان كده، كان تحديدا رغم ان استحواذ النادي الاهلي كان واصل 71%، يعني استحواذ او 70% عدى ال 70%، فانت كاستحواذ انت مستحوذ، لكن ما كانش فيه فعاليه برضو نوعا ما. ليه؟ نجيب الفيديو الثاني برضو، بعض قرارات اللعيبه، وده انا شايفه جزء بدني اكتر، بعض قرارات اللعيبه في التلت الاخير من الملعب ما كانتش احسن حاجه. ده بص هنا حضرتك انفراد لكهربا، برضو القرار بتاع كهربا ما كانش افضل حاجه، كان ممكن يتصرف فيها افضل من كده ويحطها في البعيد. هو هنا برضو تحس ان هو بدنيا مش في احسن احوال، وبرضو ليهم اللعيبه ليهم العذر. تعال بقى نروح للجزء الايجابي. احنا كده اتكلمنا على الجزء السلبي في الشوط الاول للنادي الاهلي، ان كان في بطء في التحضير، في القرارات بتاعتهم في الثلث الاخير ما كانتش احسن حاجه. نعرض بقى الفيديو اللي بعد كده، تعال نشوف الهدف الاول وجماله. وده على فكره ارجع بس ثواني يا استاذ سمير، ارجع هات اللقطه بس، وقف هنا. في كام لاعب ناحيه اليمين ناحيه الشمال؟ حسين الشحات، مروان عطيه، علي معلول، بيرسي تاو. هنا هو على فكره مارسيل كولر واحد من المدربين اللي بتمتاز بالحته دي، ان هو بيعمل اوفر لودنج، بيعمل تحميل عددي في جبهه. ليه؟ بيرسي تاو اصلا على الورق ناحيه اليمين، ايه اللي جايب بيرسي تاو في الحته دي؟ ايه اللي خلى بيرسي تاو يروح وحسين الشحات؟ يعني علي النهارده برده كان له ادوار مختلفه، ما اعرفش شفتوه ولا لا. يعني هنا ايه اللي جاب بيرسي تاو من اقصى اليمين لاقصى الشمال وحسين الشحات؟ يعني في جناحين في نفس الجبهه، عشان يفضي قفشه، عشان يفضي قفشه، عشان يعمل تحميل عددي. يبقى انت عملت تفوق تمركزي وتفوق عددي، تفوق عددي في عدد اللعيبه، ان عدد لعيبه النادي الاهلي 4 لعيبه. التفوق التمركزي مين؟ ان انا فضيت قفشه. بص كمل بقى، ابدا حرك قفشه، واقف فين؟ عند الزون 14 اهي، فين؟ في العمق، ماشي ببطء ببطء. ثانية واحدة هنا بيرسي تاو قطع له، بيرسي تاو أصلا كان واقف فين؟ يعني هو مركزه يمين، جه ناحية الشمال والقطعة والتمريرة جميلة جدا جدا من قفشة، قدر بيرسي تاو يحط ويفنش بلمسة سحرية. فالهدف فيه تفاصيل كتير، خاصة جزئية التحميل العددي في جبهة، بعد كده إن فضوا قفشة بصورة ذكية جدا، اللي قدر يعمل تمريرة ممتازة. بيرسي تاو بيتحرك ما بين في الهاف سبيس بشكل ممتاز جدا، وقدر ان هو يحط. فعلى فكره اللعبه دي اتكررت كتير جدا في ماتشات دوري ابطال افريقيا، يعني ده اصلا ستايل كولر في ماتش الرجاء المغربي ساعه حمدي فتحي لما جاب الجون، اكتر من ماتش اللعبه دي اتكررت كتير. فدي لو كريم تكمل وبعدين تمام. نرجع بقى الشوط الثاني متفق جدا مع ثابت، الشوط الاول النادي الاهلي كان عنده مشاكل كتير، بس الشوط الثاني بقى فعلا واضح جدا بين الشوطين بقى في تركيز، ازاي النهارده نفنش المباراه دي، وازاي النهارده كمان نستغل الحاله البدنيه اللي اكيد النادي الداخليه وقع في الشوط الثاني. في حالتين معانا في الشوط الثاني من الدقيقه 61 لغايه الدقيقه 64، لو نعرض اول حاله، لا مش الشوط الثاني يعني، اللي بعد دي، اصل الحاله دي حلوه قوي. نشوف هنا كابتن اسلام النادي الاهلي هنا في تحويل اللعب من ازاي. بص انا عايز بس نرجع، معلش نرجع كابتن استاذ سمير بس الحته دي بالظبط، هقول لك ستوب ونستوب. النادي الاهلي مجمع اللعب في الناحيه الشمال، ستوب هنا. بص بيرسي تاو اوبشن، النادي الاهلي عنده كام اوبشن لاختراق المنافسين، وازاي النهارده الملعب بيتفتح. يعني بص النهارده تم تحويل لعيبه الداخليه كلهم للجبهه اليسرى، الفكره دي اتعملت كتير قوي في الشوط الثاني، وكان النادي الاهلي بيمرر الكوره قدام منطقه جزاء النادي الداخليه كتير جدا، لغايه لما بيطلع له جناح فاضي
الكره بتتحط له بيروح انفراد. نكمل اللعبه ونشوف ازاي النادي الاهلي فعلا بيقدر يخلخل نادي الداخليه بشكل افضل في الشوط الثاني عن اللي كان بيحصل في الشوط الاول لما كان سبب بيشرح كنا لحد ما متجمدين. لكن بص هنا فكره التمرير وحاجه ثانيه كمان، اللعيبه السنه دي ما عندهمش يعني عندهم المساحه الافضل للتمرير. السنه اللي فاتت مع التعب الذهني مع حاجات كتير جدا كنا بنلاقي ان ابن الاهلي ما بتمرش الكوره كتير قدام منطقه الجزاء المنافس، اول ما بنوصل بنسدد عشان نحاول نعمل تهديد على المرمى وخلاص. في لعبه ثانيه كانت هجمه مرتده في الدقيقه 63، اتمنى اكون جبناها بعد الحاله دي لو ممكن نجيبها. هجمه مرتده للنادي الاهلي، عايزين نشوف التحول اللي حصل في اللعبه دي من النادي الاهلي من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه. كم السرعه اللي انطلق بيها ثلاث لعيبه من منطقه جزاء النادي الاهلي، ونبص احنا رايحين 3-3 او 4-3 في مباراه في اخر الموسم لعبه. وبص هنا كمان التكمله، بص هنا دي اللي بكلمك عليها يا كابتن اسلام، ازاي بتتفرغ المساحه وازاي النهارده بنقدر نوصل بانفرادات سهله جدا على مرمى المنافسين لان احنا بنلعب صح. معلش انا عايز نرجع اللعبه تاني. دي كانت هجمه للداخليه، الهجمه ارتدت واحنا بنتكلم تاني على مباراه في اخر الموسم. بص السبرنتات اللي اتفتحت من بيرسي تاو ومن حسين الشحات ومن قفشه ومن كهربا، وصلنا الموقف 4-3. ونبص بقى التكمله كمان لسه جايه بالظبط، وازاي تم تفريغ المساحه. وعجبني قوي قفشه بقاله فتره كده يعني بقى بيعمل فيجن كويسه، ما بيروحش ليه اوبشن التسديد كاول حل عنده، وبيقدر النهارده يبص على زمايله ومواقفهم في الملعب افضل. فاللعبه دي الهجمه دي فيها حاجتين، فيها سرعه التحول من الدفاع للهجوم المستمر معاه، وكمان اللياقه البدنيه. ان احنا بنتكلم عن مباراه في نهايه الموسم وما زال طبعا لسه عندنا مباراه مهمه جدا جدا وصعبه قدام فريق جريح من نهائي كاس الرابطه للمصري، خسر برباعيه كانت كبيره قوي قدام سيراميكا. فهم اكيد ومعاهم مدير فني جديد كابتن علي مالك، اكيد طبعا مدرب قدير. فاحنا الحمد لله الحاله البدنيه بتاعتنا كويسه، لان في نظام احنا قدرنا نوزع المجهود بتاعنا على طول الموسم. واعتقد كمان ان احنا فضلنا ثابت لغايه الدقيقه 90 في قدام الداخليه، قفشه جاب هدف جميل في نهايه المباراه بياكد لنا ان الحاله البدنيه للنادي الاهلي مخليانا النهارده نتجاوز على ان مفيش شغف، ان اللعيبه زهقت، اللعيبه عايزه تصيف، عايزين بقى يروحوا مع اولادهم الساحل، عايزين يغيروا جو. بصراحه يعني كل العوامل دي سلبيه، بس هم برضو الحاله البدنيه بتاعتهم كويسه وان شاء الله تكمل معاهم يوم الخميس. معايا عندي بقى رساله لمروان عطيه، لو نستعرض الكليب مروان عطيه واحد، انا نفسي يكون متكامل. النهارده شفت فيه حاجه مهمه جدا وهي التسديدات. بص التسديده، بص التسديده يا مروان، كمل على هذا الموال، كمل على موضوع التسديدات دي، صدقني لو انت كملت على موضوع التسديدات ده هتبقى في حته تانية. بص ارجع بس للتسديده الاولانيه، حتى لو قلشت، حتى لو قلشت انا عايزه يحاول. بص التسديده دي كانت واحده من كانت ممكن تبقى جون، بقاله كذا ماتش كده تلاحظ ان هو بدا يطور الحته دي. الحته دي لو التكتيك بتاع التكتيك بتاع التسديدات من مسافات لمروان عطيه دي لو في زاويه جون بس انا صعب، بس النهارده شاط ثلاث محاولات على المرمى بصراحه عجبوني جدا. في واحده قلشت بس برضه عاد كمل، هات المحاوله الثانيه دي قبل ما الكهرباء يطلع. دي الثانيه، اللعبه الثانيه بص راح هنا بالاوت، قدر ان هو برضه يشوط. فدي رساله لي ان هو لا كمل على الموضوع ده، والموضوع ده بصراحه ممتاز من مروان عطيه. اتمنى ان هو بقى نفسي اشوفه يجيب اجوان من الحته دي. انا كنت كابتن احمد حسن، كابتن محمد شوقي كان بوكا لازم يلعبها الكهرباء. بس هو في حته التسديدات واضح ان هو كان واخد تعليمات النهارده. النهارده ثلاث تسديدات، اول مره اشوف مروان عطيه بيشوط بالكم ده. فانا كنت حابب بس اوجه له رساله ان هو يستمر على الموضوع ده، لانه هيفرق معاه كتير وهيفرق مع النادي الاهلي خاصه في وسط الملعب. برضو محمد الشناوي شال كوره يستحق التحيه عليها، برضو كانت نقطه هدف كانت ممكن تبقى 1-1، كانت ديفلكشن لو استعرضها حتى التسديده دي كانت صعبه، لو التسديده كويسه خبطت في ربيعه وشالها. فمحمد واقف، الشناوي واقف على رجله كويس الحقيقه الفتره دي صراحه، ومكسب استمراره مع النادي الاهلي طبعًا. في الموسم ده حارس خبره، وعلى فكره الشناوي اكتر لعيب لعب بالدقائق مع مارسيل كولر منذ توليه المهمه، يعني هو عنده الشناوي رقم. اتسال على الامر ده على فكره، انت في كاس مصر ما بتلعبش حد تاني ليه؟ قال لك انا المهم يبقى بيتمرن كويس. مدارس، هي مدارس، هو مدرسته اسمها كذا. هو مدرسته ان انا بلعب بالحارس الاساسي بتاعي في كل المباريات، كل الماتشات. حتى اتكلم برضو على موضوع المهاجم، بعض الصحفيين حاولوا ان هم يكلموه ان المهاجم وان انت هتمشي لو ما جابولكش صفقه المهاجم والكلام. هم قالوا كده مش ممكن يعني كلام غريب. بس اخر نقطه عايز بس اعقب فيها في المباراه، ان احنا في الشوط الاول
كان في كوره ثابته كنا بنحاول نعمل جمله منها، والتنفيذ بتاعها كان وحش. كان يعني كان واحد يعني اللعيبه بتمرن عليها في التمرين كويس، بس هم جم يعملوها في المباراه الشوط كان في الشوط الاول، وكانت من ناحيه اليمنى بس اللعبه ما اتعملتش، التنفيذ مش كويس. مهم جدا يا كابتن اسلام ان الترتيبات بتاعت الكوره الثابته التنفيذ في المباريات دي مهم طبعا قوي طبعا. ليه؟ ده بيبقى نتاج الشغل بتاعك في التمرينات على فتره. الكرات الثابته دي واحده من النهارده بقت من الاسلحه الخطيره. شفت مثلا الماتش الودي بتاع برشلونه وريال مدريد، الهدف الاول بتاع ديمبلي مش ممكن، عالمي، مش ممكن. يعني الكوره انا بصراحه ما شفت، يعني ديمبلي اصلا اي حد هيبص يقول لك ده اللي هيعمل الكروس.